مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس ثالث متوسط. اليوم موضوع الدرس راح يكون عن أدوات الربط اللي هي but and also. راح نأخذ ثلاث أدوات ربط. هاي الأدوات راح تربط لي الجمل مع بعض، لها قاعدة معينة وكل وحدة لها استخدام معين. زين، أول شيء راح نجي على but. but بمعنى لكن. راح نكتب هاي القاعدة إنه هي تربط بين جملتين، وحدة مثبتة والأخرى منفية. ملاحظة، مو بالضرورة يكون عندي not حتى أعرف هاي الجملة منفية، مرات يكون عندي مثلا never. أوكي، دلالة على النفي. زين، تعالوا خلينا نأخذ مثال. He is strong، هو قوي. But couldn't carry books. لكن هو لا يستطيع أن يحمل البوكس، الصندوق. إذا أنا الجملة عندي شنو؟ هنا أنا عندي مثبتة وهنا عندي منفي. أوكي، جملة منفية. رح نكتب هاي القاعدة. But تربط بين جملتين، واحدة مثبتة والثانية منفية. المنفية بها not، ومرات مثلا بيها never. اقدر اقول but he never، but مثلا he never مثلا carries books، لكن هو ابد ما يحمل الصناديق. راح ننتقل الى and. and بمعنى و، ايضا راح تربط بين جملتين، لكن الجملتين ما مختلفات، يعني متشابهات. يعني مثلا she can تستطيع sing and dance، هي تستطيع ان تغني وترقص. فاثنيناتهن مكمله لبعض. اوكي، اثنيناتهن مكمله لبعض. هي اقول مثلا she can speak english and تركيش، هي بإمكان أنه تتكلم إنجليزي وتركي، وهكذا. إذن مو شرط جملتين، يعني هنا أنا مثلا هنا أنا عندي جملة واحدة بس أنا حطيت and. خلينا ننتقل إلى ثالثين. also بمعنى أيضا. شو كنت أنا أستخدمها؟ أستخدمها لما أرد أقول أضيف معلومة معينة. مثلا he is also called البصري. مثلا أنا دارد أعطي معلومة عن شخص وأضيف وياها، يعني مثلا أرد أقول فلان اسمه كذا وأيضا هم يسموه بالبصري، وهكذا. مثلا علي يسموه أبو حسن وأيضا يدعى أبو حسن. ف also أوكي، also بمعنى وأيضا. he is also، وهو أيضا called، يدعى بالبصري. هاي هي أدوات الربط. عرفنا والموقعها بالجملة، شوفوا موقعها بنص الجملة، شوفوا but بنص الجملة، and أيضا بنص الجملة. يجوز and تربط بين جملتين ويجوز تربط بين كلمتين. أوكي، ماكو مشكلة. هنا أنا also قلنا أضيف معلومة عندي. أوكي، أنا وين حطيتها؟ حطيتها بعد الفعل المساعد وقبل الفعل الرئيسي. رح ناخذ هسه أمثلة وزارية ونحلها حتى تترسخ الموضوع ببالنا. يلا اكتبوه حتى أمسح السبورة. رجعنا مرة ثانية إلى الأمثلة. طبعا الأمثلة اللي جبتها لكم شوية بها صعوبة، بس حتى يعني شلون تتعلمون على الأسئلة الصعبة فيما لو اجت هيك أسئلة بالامتحان. زين، راح نجي. علي is clever student. علي هو شخص طالب. أوكي، طالب ذكي. أوكي، أنا كاتبة الحل قدام. يلا راح نجي الجملة الأولى. علي is clever student. علي هو طالب ذكي. فراغ confident. confident يعني عنده ثقة بالنفس. يريد من عندي استخدم واحدة من أدوات الربط. بابا أنا الجملة هنا أذكر أنه أدوات الربط هي and و also و but. أبا الجملة ما بيها نفي. أوكي،
من معنى الجملة راح أعرف إنه and. هو طالب ذكي و and confident يعني عنده ثقة بالنفس. زين تعالوا خلينا ناخذ المثال الآخر. I like cheesecake. فراغ كيك. هو يحب الكيك وتشيز كيك. يعني شنو معناته؟ معناته and. ايضا and. انا احب الكيك يعني قصد الكيك الاعتيادي. اوكي هنا تشيز كيك يعني كيك بالجبنة. زين she has not one beach house. هي ما عندها بيت على الشاطئ واحد. فراغ تو. من معنى الجملة اقول هي ما عندها بيت واحد على الشاطئ لكن اثنين. but هي عندها اثنين يعني مكان البيت الواحد هي عندها اثنين. شوفوا من معنى الجملة اني الجملة هنا انا عندي منفية بها not فانا عرفت انه راح استخدم but بهالشكل. زين اخر شيء my mom فراغ works very hard. امي تعمل very hard يعني هواية تشتغل يعني. زين my mom امي شو خلي هنا خلي also. وايضا امي تعمل بجد. ايضا امي تعمل بجد من معنى الجملة انا دا اعرف شلون استخدم and but also. شوفوا ملاحظة مهمة احنا عادة نحب ندرس القواعد كقاعدة يعني لازم but and نستخدم هيك قاعدة وياها. اعتمدوا بالدرجة الاولى على المعاني. اللي يعرف معاني ما يلتزم بقاعدة يكون سهل عليه لانه بس يجيب لكم مثلا فتفيكة بالسؤال او فتشغلة بالسؤال وهاي الشغلة مثلا ما توافق ويا القاعدة اللي انتو حفظتوها ما راح تعرفون شلون تجاوبون. يعني مثلا هنا الجملة اوكي يجوز هي جملة واحدة مو جملتين فانا ربطت كلمتين استخدمت but من معنى الجملة عرفتها. طبعا اكيد انا لان عندي نفي اوكي فاستخدم but. وكذلك هنا أنا also استخدمتها لانه بالدرجة الاولى راح اعتمد على معنى الجملة. يعني امي ايضا هي تعمل بجد. قد اكون انا حاكية عن امي مثلا هي ربة بيت ممتازة وايضا هي تعمل بجد وهكذا. زين بقى عندنا موضوع اخر هو الارتكلز. وين موجود بالوحدة السادسة؟ شوفوا الارتكلز هي الا والان والذه. اني شرحتها لكم بالوحدة الخامسة. يعني من شرحت بالوحدة الخامسة؟ شرحت مع الوحدة الخامسة والوحدة السادسة. اوكي لذلك اذا حابين تشوفون الارتكلز الا والان والذه راح تروحون الوحدة الخامسة حتى تشوفون الفيديو الخاص بادوات التنكير وادوات التعريف. جدا جدا مهم هذا الموضوع ودائما اجيب لكم articles ودائما اجيب لكم ادوات ربط. اوكي اذا الى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد. باي باي.